التنقل بقى الجاهلين. انا مع الاسف، مع الاسف ان هذا الملفات تم التعامل معه. انا ما كنعززش عليا نتكلم على الاشخاص ولا الهيئات ولا شي حاجه. انا كنقول مزيان مزيان فين ما مشى، والكارثه كارثه فين ما مشى، كان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. اللي مزيان راه مزيان، كان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. معناه القيم بحال واحد التكتل البشري، الهيئات والتنظيمات والمؤسسات بحال شي تكتل بشري، داخل الاسره، داخل الحي، داخل المجتمع، في المعلم، في الشركه، في الاداره، كتلقاو هذا النهار طينا وهذا النهار ما طينا. اذا الله يعافينا من كل واحد اللي دار الشر هذا الانسان. وامر اخر، كتعرض المسؤوليه، كل ما انسان تحمل المسؤوليه كتولي مسؤوليه مرقه على العاتق نتاعو. مع الاسف هذا الملف نتكلم عليه بصراحه تم التلاعب به وتم الاستغلال ديالو، استغلال مع الاسف حشومه. اذا كان طالب الانسان يكون اخلاقي ويكون انسان كيكون كيلتزم، انسان يكون واضح، وانسان يقول خصني الشفافيه وخصني الحكامه وخصني الصدق وخصني الاخلاق. انا كنقول لكم من هنا، انا نقول معكم صراحه، انا استغربت بان تقال لكم ولا تقال شي مجموعه منكم غيدار مشروع في الساحه ديال مولاي يوسف وفي عز الحملات الانتخابيه. كنتعاملش بالانتهازيه، قلت الاخوان يستحيل، يسولوني كم يستحيل ان يكون ذلك المشروع فوق ذلك الارض، ممكنش، امبوسيبل. كي قالها لكم إيه ما كيفهمش، كنستغرب واحد دوز جايبات مجلس ومسؤول وكذا خير ما فاهم، عارفين انا ما يمكنش، غريب. ولا كان عارف وقال لكم انه غيكون هو ما غيكونش وما يكونش، غريب. يعني كيف ما درتيو حنا، معناها راه مسؤولية كبيرة جدا، لأنه علاش؟ لأنه مغارة، هذيك راه بوان، ما يمكنش يتعطى فيها إطلاقا. وأنا نقول لكم أنا ماشي نقول لكم واش أنا، راني نكون أنا راه نعطيكم تما، راه اللي قال لكم هذا الكلام راه كذب عليكم أو ما كيعرفش. وكما كان الامر راه امر ما كيصدقوش العقل. الطرق ديال البحث على حل الاشكالات ممكن نبحثوا عليها. هما الحلول ديال التوقيع، اغلب المشاريع اللي داروها ديال العجائبين، انا باش ندخلك واحد النتائج، كلهم اغلب الساحقه فيهم الخروقات والاختلالات. واكثر من ذلك، ملي كان كل واحد عباره كتسمعوها في وسائل الاعلام وكتسمعوها في الجرائد وكتداول الى اخره، كيتكلموا على الديمقراطيه التشاركيه. عرفتي شنو الديمقراطية التشاركية؟ بالمفهوم الحقيقي، مفهوم ديال الدستور، مفهوم الاتفاقية الدولية اللي سنا ديال المؤتمر فيينا ولا فيينا، اللي هو كنستمدو منو كل هاد المفاهيم. وهو من بين ديال المشروع، ماشي غنديرو أنا نقول لكم أجيو، المشروع غندخلكم فيه. الديمقراطية التشاركية من الله غنبغي نفكر في المشروع. كنقلب على الناس اللي هما كينتاهم، كنفكر بعجائبين، كنجلس مع الناس بعجائبين. وهما كيفكروا معايا في المشروع، فكر معاهم المشروع. وقف غادي تلقاو الحل. هذه هي المفهوم الحقيقي للديمقراطيه التشاركيه. ولكن ماشي تهدي الحاجه وعاد نجيبك ونجي نحطك ديكور كيتسمى هذيك هي باش ندوز على هذيك الدكاكه. لذلك مجموعه ديال المشاريع راه داروا وتحطوا وفشلوا، لان ما تطبقاش فيهم المفاهيم الحقيقيه ديال اللي كنسميو حنا الديمقراطيه التشاركيه. هذا الامر نتكلموا فيه بصراحه. ما نقولش الخروقات اللي وانا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، انه لا داك الشيء اللي دار في المنظره كاع المشاريع، ولا اللي في الزنقه الاخرى ديال جيف اطلس، ولا جوفيت بن عباد، ولا 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 ولا، كلهم فيهم اختلالات وخروقات قانونيه. انا كنقولها، واللي بغى يقول العكس انا مستعد. وانا مع ذلك لما اتصلوا بيا الاخوان ونتكلم معكم صراحه، قلت لهم الله يرزقكم بخير، انا ما كرهتش ممثلين ديال المجلس الحالي، وفيهم ناس كما قال الاخ كنشدها، فيهم ناس مزاعه، كاين الناس مزاعه ما خطا حتى مكان، ولكن كاين الناس الله يكشفهم، ما نقولش الله يسترهم، لان اللي يسترهم انا ندير سلوك شخصي بوحدو الله يستر، انا خاصنا نطلبو ستر الانسان، ولكن ملي كتقلب المسؤوليه هذا شيء اخر. راه بحال شي واحد كيدير شي زبايط ولا كيضرب عباد الله ويذكروا الفاجره بما فيه حتى يحضروا الناس، باش تحضر الناس من التضليل الى اخره. المهم هذا الاشكال الامر باش ممكن تناقضوا على الامر نتاعكم، لان الامر مطلوب.
المطلوب وهو انسان يتنظم ويتسع الخاطر لانه في احتكاك واحد يتقلق ما كيصبرش واحد كيف كان واحد كله كيدير طبيعته واحد يعني الطبيعه البشريه كلها كيفاش تركيبته كيفاش كيشوف الامور ولكن ضروري من الصبر والامر اللي كاين هو خاص الالتزامات بالوعود الالتزامات بالوعود وانتم عندكم لانه باش الانسان يمشي لانه باش يمشي الانسان تقول لي سير صوب تصميم واتصل بالمهندس وتصيفط لي الاعضاء صوب المهندس على واحد العقار اللي ما يمكنش تطبيق قانون ما يمكنش قانونيا يقولوا لي بيع عقلانية واش هاد الكلام باش تتصل مع المهندس وتقول صوب لهاد الناس تصميم على واحد العقار واحد المكان هو اصلا ما يمكنش يتطبق قانونيا اذا كلمة حسبناها ثم راه الامر فيه ضرر يعني فيه ضرر ما بغيتش نمشيو حنا كاع سوء النية نقول فقط خصني نضرب الانتخاب هذيك الساعة وندوز وصافي وكذا خير هذا كلام انا ما عادش علي نتهم الانسان ونتهم كذا انا كنبغي نتكلم على الحجج والمعطيات ولكن هذا سلوك غير سليم قانونيا انا مستعد ندافع عليه يعني باقصر الحدود الامر يعني باش يتعطى الانسان باش يحط فلوس راه يعني فيه كل اشكال ديال الاتهامات واقل من هذا الشيء كنا نتهموا في مجالس سابقه يعني بشتى انواع الاتهامات الاتهام ديالهم بحال هاد السلوكات واحيانا اقل من هذا السلوك اذا دير حلال دير حرام اذا السلوك اللي مرفوض راه مرفوض واللي مقبول مقبول اذا خاص واحد الصبر بيناتكم خاص نضال مستمر وخاصكم تفتحوا حتى قناة الحوار انا مع ذلك انا مع الحوار انا مصرين دفعوا على الموقع نتاعكم وماشي مشكل واللي مقتنع بشي حاجه الله يسهل عليه